يعني جملة تنمر يمكن سمعناها فيما يخص الأطفال خاصة في المدارس، إنه بيحصل حالة من التنمر من الأطفال مع بعض الأشخاص المختلفين عن بعض، لكن التنمر الزوجي دي جديدة بقى. يعني هي أساسا الحياة مش مستاهلة أكتر من كده. لا بس هو الناس لازم تفهم إن هي ممكن تتنمر كل يوم على الناس اللي حواليها من غير ما تاخد بالها، بمعنى اللي هي عدم مراعاة شعور الآخر. بمعنى أنت النهاردة مثلا كأب لما بتيجي تقول للولد إيه اخرس ما تتكلمش، هو بيتكلم كده بس انت فاهم حاجه. طب ما انت بتقطعه وبتربي عنده فكره ان بابا بيعمل معايا كده ليه؟ عشان هو الاقوى، عشان هو الكبير. فهو لو مش فاهم هيكبر ويبدا حاطط في دماغه لما يبقى كبير هيعمل زي ما ابوه كان بيعمل معاه. فتبقى عاده وليست قصد. المتنمرين او اللي هم البوليرز دول اللي هم بيستقوي جسمه، حتى تلاقيه مثلا في الافلام الاجنبي بيجيبوه باستمرار ايه الولد الكبير اللي مش عارف ايه كده، هو اللي بيمسك العيال الصغيره ويقعد يتريق عليهم، هو الرفيعين او اللي لابس نظاره اللي هم الجيكز اللي هم بيحفظوا في الكلاس يستناه بره ويتنمر عليه هو واصحابه اللي هم المشهورين في المدرسه. بيستغل حاجه ما عنده بيستشعر بيها ان هو فوقي، ان هو انا بقى من حقي ان انا مثلا اناديك باسماء كريهه بالنسبه لك. كان عندي حاله كان دايما جوزها يقول لها كلبوزه يا بكابوزه. ايه ده يا عم ده مش عارف حاسب احسن تقع عليك. طبعا الست كانت من جوه بتتدمر تدريجيا تدريجيا تدريجيا، عملت فيه فصل. يعني دي قصه حقيقيه اللي هي بقى تنمرت عليه بس طريقه يعني ضحكت عليه زي ما بيقولوا خلق الله كله. عملت ايه؟ بس مش عايز اقولها عشان ما يبقاش مثال سيء يعني يحتذى به، بس لا عملت فيه يعني موقف. زمان كل الناس دلوقتي عايزين يعرفوا هي عملت فيه ايه. طب ما نقول عملت فيه ايه بس نقول انه غلط، يعني مش صح اللي عملته. لا يعني لا، هي هو اساسا ان فكره ان الزوج والزوجه يقعدوا عشان يبقوا متربصين لبعض ويمسكوا لبعض الاخطاء، ان انا طب انا هستنى الفرصه المناسبه اللي انا هوجعك فيها زي ما انت وجعتني. هي بالظبط عملت كده، هي عملت